أكيد تحديات قوية جدا للمنتخبات العربية في كأس العالم 2022 يا آسر. من خلال التقرير واضح جدا الأمور مش سهلة للمنتخبات العربية، يمكن على مستوى المنتخب المغربي شوية ممكن تكون في يعني في تفاؤل شوية بصعود المنتخب المغربي للدور الثاني. شايف ازاي تمثيل المنتخبات العربيه في كاس العالم القادم؟ قطعا يا كابتن، مهمه مش سهله خالص. بنتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربيه. يمكن قطر نبدا بالمنظم، يعني سنه اولى مونديال، كان في اعداد كويس قوي، كان في تجميع للعيبه كويسه جدا. بنتمنى ان عامل الجمهور يا كابتن هاني يبقى عامل مساعد، مش عامل ضغط ابدا على المنتخب القطري، انه وسط مجموعته القويه دي يبقى في استعجال على المكسب، في ضغط ان اللعيبه بتلعب قدام منتخب كبير، ان يبقى في استعجال ان الجون يجي. بتمنى ان شاء الله ان وجود الجماهير العربيه كلها يعني، وطبعا الجماهير القطريه، تساهم المنتخب القطري يعمل حاجه في مجموعته. لو رحنا منتخبات تانية كابتن، لا الثلاثه بقى اللي داخلين دول متمارسين جدا جدا كاس العالم، يمكن بيتساووا في عدد المشاركات 6 مرات. اعلى مشاركه، اعلى منتخبات عربيه وصلت كاس العالم هي السعوديه، منتخب عربي السعودي، منتخب العربي المغربي، والمنتخب العربي التونسي. لكن السعوديه بتتميز يا كابتن باللي حصل في 94، وبعتقد انه هيخش النهارده، هيخش البطوله دي هيرفي رينارد بالعقليه دي، انه استعاده امجاد 94، انا الفريق الوحيد العربي اللي وصلت لدور ال 16. مجموعه صعبه، لكن جراه هيرفي رينارد عودنا عليها، اللي انتزع في قارتنا بطوله بزامبيا بكاس الامم، وانتزع بطوله بكوتيفوار، واثبت انه في كل قاره بيقدر يحط بصمته. بعتقد ان شاء الله يبقى في فرصه للمنتخب السعودي. المنتخب المغربي برضه بنتمنى انه مع وليد الكراكي يبقى في دفعه شبابيه على راس القياده الفنيه. تونس مهمتها صعب جدا، لكن انا اقول لحضرتك سريعا كده يعني حاجه، انا سعيد جدا انه الطريقه اللي وصلت بيها تونس، يعني لو نفتكر مع حضرتك سريعا في كاس الامم كان منذر الكبير هو المدرب. صحيح. وبعدين حصل حاجه قدريه جدا، وهي انه قبل ماتش نيجيريا اتصاب بفيروس كورونا وحصل عزل، فجلال القدري هو اللي اخذ تولى المسؤوليه في المباراه دي وفاز على نيجيريا اللي كانت مرشحه للبطوله. صحيح. الجماهير الشارع التونسي ساعتها كابتن هاني كله كان بيطالب انه جلال القدري يبقى الرجل الاول، هو اصلا كان متعين في 2021 كمساعد ثاني. الماتش اللي بعده رجع منذر الكبير، طبعا مدرب لاحترامه يعني، ولكن خسرت تونس امام بوركينا فاسو 1-0. بعدها الاتحاد التونسي استمع لصوت الشارع التونسي وعين جلال القدري كمدير فني اللي على راس القياده الفنيه لتونس. في اقل من 7 شهور اثبت نفسه صراحه كابتن هاني، فوز على مالي رايح جاي وتاهل للمونديال. فبنتمنى انه يكمل مغامرته مع تونس ان شاء الله. ما فيش شك طبعا الامور صعبه بالنسبه للمنتخبات الاخرى. أكيد. يمكن زي ما انت بتقول المنتخب المغربي عنده فرصه شويه، منتخب تونس وخلي بالك ساعات بيبقى دوت بيلعبوا بدون ضغوط، يعني لما انت بتكون في مجموعه، وافتكر مجموعتنا مثلا في كاس العالم 90 كنت عامل ازاي يا كابتن ساعتها؟ شفت الدرو؟ كنا يعني شفت الدرو عملت كنا مرعوبين. لكن خلي بالك بتبقى في وقت من الاوقات بتلعب بدون ضغوط، يعني ممكن جدا يكون الامال لو انت في مجموعه شويه فيها تنافسيه تنافسيه بشكل قريب، ممكن جدا ده يسبب لك نوع من انواع الضغوط تيجي سلبيا على الاداء. مظبوط. ولكن لما بتكون في مجموعه زي مثلا في تونس اعتقد معاها الارجنتين ومعاها المكسيك، السعوديه معاها المكسيك والارجنتين وبولندا، تونس معاها بطل العالم وتونس معاها فرنسا، ممكن دي تكون دوافع تلعب براحتك. بالظبط. دوافع اخرى للعيبه بشكل كبير جدا جدا. بالظبط. طيب ده على المستوى العربي، شايف ايه على المستوى الافريقي؟ عندنا الكاميرون وعندنا السنغال وعندنا غانا. احنا هنا رغم التنافس الشديد مع الكاميرون بالذات، احنا هنفنط المجموعات بشكل كويس، لكن رؤيه عامه للمستويات الافريقيه يعني. تمام كابتن هاني، عندنا تنافس شديد مع الكاميرون دايما، بس على فكره الجمهور المصري بيحبهم، الجمهور المصري فعلا بيحب الكاميرون. ايتو واحد من يعني الاساطير بالنسبه لي، وانا راجل كنت بشجع انتر فهو اسطوره بالنسبه لي، لكن مع كل احترام تصريحاته ما اعتقدش ان كاميرون تقدر تروح بعيد على الاقل بالجيل ده كابتن هاني. الفرس الرهان بالنسبه لي لو ساديو ماني ان شاء الله رجع لفورمته او بقى جاهز طبيا، السنغال ممكن تروح بعيد جدا. ده المنتخب الافريقي الحقيقي اللي انا شايف انه يقدر يروح بعيد. من عارف حضرتك فيه يقول لك ايه، انا عندي لعيبه تقيله واسامي، وعندي في المراكز عندي وفره في المراكز النوعيه، عنده في كل مركز اكتر من حد، عنده حلول كتيره جدا اليو سي سي. بعتقد انه ممكن يروح بعيد جدا لو ماني رجع. وبيفكرنا كابتن جدا جدا بسيناريو محمد صلاح في 2018. أيوة. كان جاي مصاب ومجهد ومن ليفربول، ولحق المباراه الثانيه امام روسيا ولعب منتخبات قدام منتخب العربي السعودي. فبالتالي ماني لو حتى لحق اخر مباراه في دوري المجموعات اعتقد ممكن يبقى فيه امل.